لحظة يسرني أن أحيل الميكروفون لأخي بطي الزعبي معلقا على هذا الشوط. شكرا للزميل مطلق العنزي. هكذا مشاهدينا في كل مكان أعلنت انطلاقة هذا الشوط الرئيسي المخصص لسن الثنايا ولفئة القعدان. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. انطلق هذا الشوط ومن ضمن انطلاقات هذه المرحلة الثانية من ضمن انطلاقات المحلية الخامسة. هكذا هو شوطنا الرئيسي الذي أعلنت انطلاقته من قبل لحظات. المسافة هي 8 كيلومترات التي قررت في هذا المحلية الخامس، ولأول مرة من بداية هذا الموسم متمني التوفيق للجميع. أبدأ بداية إلى من يحتل المركز الأول، قاسي منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني. يتقدم ليقدم لنا منصور مع أول التحديات، بينما من يأتي على المركز الثاني مشتاق زايد بن خميس بن عويض المريخي. يقدم لنا مشتاق مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل هنا في هذه اللحظات وانطلق في هذه الأثناء سوقان طالب بن راشد بن سعيد بن شفيع الفهيدة. يتقدم ليقدم لنا شعار بحثا عن شوط رئيسي للإنتاج والمنتجين. هكذا حضروا الكبار وهكذا هو سن الكبار حيث تحلو المنافسة مع هذا السن. المركز الرابع وتابع هنا الحضور من قبل عز الجيد جابر بن سالم بن جابر بن جبران وصلى بن جبران في هذه اللحظات ليقدم لنا شعار نحو المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنا العراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن دروة البريدي. يقدم لنا شعار بالعراف بن دروة مع المركز الرابع. المركز الخامس شهير راشد بن مطر بن سعيد يقدم لنا شعار على المركز الخامس. المركز السادس وصل هناك في هذه اللحظات وانطلق هنا مترف في هذه اللحظات فرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار. يتقدم بن حفار مع المركز الخامس. اما المركز السادس هنا مصيحان بريك بن محمد بن بريك المري. يقدم لنا هنا مصيحان الحاضر مع المركز الخامس مع المركز السادس. وهذه السلالة المحببة لدى ببريك الحاضرة مع المركز السادس. المركز السابع حضر هنا براق راشد بن هزاع بن عجلان المظفري الهاجري. يتقدم ليقدم لنا براق مع المركز السابع. أما المركز الثامن فالحضور في هذه الأثناء من قبل لوسيل محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم. نعود وإياكم إلى ركب المقدمة لأتابع هنا الحضور في هذه اللحظات. من يبدأ بالصدارة؟ من يبدأ بالسيطرة على مقدمة الشوط؟ من يفرض الهيمنة والقوة الحاضرة في هذه اللحظات؟ من تسلل بدوره نحو المركز الأول لأتابع؟ هناك الحضور وهناك الانطلاق في هذه الأثناء من قبل سوقان طالب بن راشد بن سعيد بن شفيع الفهيدة. يقدم لنا هناك الحضور مع المركز الأول لأتابع.
هناك الحضور من قبل قاسي منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني ما زال مسيطر على مقدمة الشوط من البداية، حاضر مع هذا الشوط الرئيسي راقبا بن عجب في أول الأشواط الرئيسية لسن الثنايا. هنا حيث الأسماء الحاضرة، حيث الشعارات المتواجدة، بحثا عن شوط رئيسي لهؤلاء العمالقة، لهؤلاء الفطاحلة. إذن هناك سوقان ما زال حاضر ومسيطر، هناك قازي ما زال قازيا لهذه الصدارة، قازي بكل قوة بشعار العجب الشهواني. من يسوي العجب في هذه الأثناء مع انطلاقتي وحضور قازي مع المركز الأول المركز الثاني؟ أتابع هنا الحضور من قبل سوقان طالب بن راشد بن سبيع بن سعيد بن شبيع الفهيدة، يتقدم ليقدم لنا سوقان الحاضر بشعار بن شبيع الفهيدة مع المركز الثاني المركز الثالث. وصل في هذه اللحظات المركز الثالث، هنا العراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي، يقدم لنا العراف مع المركز الثالث المركز الرابع. وصل رابعا وانطلق وتسلل في هذه الأثناء، هنا براق راشد بن هزاع بن عجلان المظفري الهاجري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس لوسيل محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، يقدم لنا شعاره الحاضر والمنطلق مع المركز الخامس. المركز السادس عز الجيد جابر بن سالم بن جابر بن جبران انطلق مع المركز السادس. المركز السابع هنا مصيحان بريك بن محمد بن بريك المري وسلالة مصيحان القرية عن التعريف، هنا حاضرة مع المركز السادس. المركز السادس أو السابع، المركز الثامن، المركز الثامن أتابع هنا الحضور من قبل شاهين علي بن متلع المقاطي انطلق بهذه اللحظات ليقدم لنا شعار. وأتابع هنا الحضور من قبل شاهين راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي، يقدم لنا شعاره مع المركز التاسع المركز العاشر. وصل بهذه اللحظات موادع فهد بن ثامر بن ناصر المزايد النعيمي هكذا للمرة الثالثة لهذه الشعارات. لمن الشوط الرئيسي من هذه الشعارات الحاضرة من هذه الأسماء التي ترقص طربا في هذه اللحظات؟ وما زالت هناك السيطرة بينما أتابع التغيير في هذه اللحظات مع شعار هناك بن شبيع سوقان طالب بن راشد بن سعيد بن شبيع الفهيدة، يقدم لنا شعاره مع أول التحديات. هكذا هي الاثنين كيلو الفاصلة عن رئيسي الانتاج ايها المضمرين الكبار ايها الملاك لمن الانتاج الفاخر. المركز الثاني هنا سوقان، المركز الثاني قازي منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني، يقدم لنا هنا قازي مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث هنا العراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة، يقدم لنا العراف على المركز الثالث. هل يستطيع اللحاق بالثنائي المتقدم مع أول التحديات؟ المركز الرابع وصل بهذه الأثناء، انطلق هنا مصيحان بريك بن محمد بن بريك، ألا هنا المري يقدم لنا شعاره محمد بن بريك، انطلق في هذه اللحظات متمني لك التوفيق يا أبو بريك يا من تقدم لنا شعارك مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا الحضور من قبل عز الجيد جابر بن سالم بن جابر الجربوعي بن جبران على المركز المركز الخامس. المركز السادس أتابع هنا الحضور، هكذا هي الأسماء بينما نتابع وإياكم والحزام الأخضر يستقبل الأسماء الحاضرة. بينما أتابع هناك قاسي، هنا
الحرس وقام طالب الراشد بن سعيد بن شفيعة الفهيدة وتابعه. هنا الحضور من قبل صوقان والكيلومتر الكبير الكيلومتر الخطير لمن رئيسي الانتاج لمن الشوط الاول. هل هناك الحضور من قبل بن شفيع؟ وكذلك هنا العجب الشهواني وتابع بن ذروة وبن جبران وبن بريك. معركة الامتار الاخيرة معركة الشوط الرئيسي بينما قاسي انطلق في هذه اللحظات. بن ذروة وصل بالعراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة انطلق ليعبر عن امكانياته. حضر بهذا الحضور الممتاز وتسلل وسيطر على هذا الشوط الرئيسي. حلق في اجواء ميدان الشحانية بن ذروة مع الشوط الرئيسي. الشوط الرئيسي للانتاج والمنتجين والانتاج الفاخر دونوا هنا باسم بن ذروة مالك العراف. من حقق هذا الناموس وهذا الانتصار بكل اقتدار بكل افتخار بكل عرض لافت للانظار؟ هذا الحضور والا فلا. تهانينا والناموس لمالك العراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة من حقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة بكل استحقاق وبكل اقتدار. المركز الثاني عز الجيش جابر بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الثالث قازي منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني. المركز الرابع وصل هنا مع المركز الرابع سوقان طالب راشد بن سعيد بن شفيعة الفهيدة. المركز الخامس مصيحان بريك بن محمد بن بريك المري. هكذا مشاهدينا في كل مكان تابعنا وإياكم هذا الشوط الرئيسي الذي كان بطلا لهذا الشوط هو العراف لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. توقيت الزمني 12 دقيقة 58 ثانية 64 جزءا من الثانية. هكذا هو توقيت العراف. المركز الثاني كان من نصيب أتى مع المركز الثاني عز الجيش جابر بن سالم بن جابر الجربوعي. المركز توقيت الزمني 12 دقيقة 13 دقيقة 3 ثواني و77 جزءا من الثانية. المركز الثالث قازي لمنصور بن فيصل بن مبارك العجب الشواني. توقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني و91 جزءا من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.